بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن تكملة سلسلة السميث شارت ضمن موضوع المايكرويف، راح ناخذ مجموعة من الأمثلة اللي تتعلق بكيفية إيجاد الماتشنج باستخدام للبارل ستاب باستخدام السميث شارت. ناقشنا مجموعة من الأمثلة باستخدام المعادلات، لكن حاليا خلي أفترض أنه طلب من عندي أنه أنا أوجد مقدار قيمة الطول والموقع للبارل ستاب باستخدام السميث شارت. خلي أخذ مجموعة من الأمثلة ونناقشهم بالتفصيل. المثال اللي هسه موجود عندنا انه فور ذا فيجر شون بيلو مطين هنا دائره، انه انا عندي هنا زد لود قيمتها 0.3 زائد جي 0.5، عندي الستب مالتنا البارل ستب، الطول مالته بهذا الشكل هو ال1 البعد يعني موقع مالته عن اللود، ومقدار قيمه الطول مالته ال2 محدد لي هنا مقدار قيمه الواي1 اللي هي الادمتنس مطين اياها قيمتها 1 ناقص جي بي، وهنا عندي راح يكون عندي الواي2 زائد جي بي. طبعا الماتشنج لاين لازم يكون عندي الواي 2 زائد الواي 1 يساوي لنا 1. زين، فهسه ما هي الخطوات اللي ابدي بها؟ اول خطوه لازم انتبه لها هنا، طبعا بما ان هنا عندي زد لود يعني هنا عندي مقدار قيمه الواي لود. اوكي، طيب هنا بالنسبه لي عندي هو عباره عن الواي شورت سيركت، هذه الواي شورت سيركت باعتبار انه هنا عندنا استر. الخطوه رقم 1 هسه اللي هنا اول خطوه ابدي بيها باعتبار انه انا عندي مقدار قيمه الزت لود هو تحديد مقدار او 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 تحديد موقع الزت لود باستخدام السميث شارت. فاذا اول خطوه هسه اللي هنا أنا. وبعد ما احددها طبعا راح ارسم السيركل مالت مثل ما ناقشنا بالامثله السابقه حتى احدد الفي اس دبليو ار سيركل. اذا هسه اول خطوه هي درو رسم الفي اس دبليو ار، طبعا اللي متابعين وياي راح يعرفون انه شو جاي اتكلم انا على الفي اس دبليو ار سيركل. زين، فروم لود امبيدنس اللي هو زد لود. اذا خلي ابدا هسه بالخطوه رقم 1، عندي هذه هنا سميث شارت، خلي ابدا احدد. بالسؤال هو معطيني مقدار قيمه الزد لود هي 0.3، اذا هذه هنا عند الريال، وعندي مقدار قيمة الماجينري اولا هو موجب وقيمته 0.5. اذا خلي احدد قيمة الريال. الريال اذا انتبه هسه اللي هنا انه انا عندي هذا هو الريال اكسس، هذه الدوائر اللي على الريال اكسس، فانتبه انه انا عندي هاي 0.3. اوكي، زين، هذه النقطة هي تمثل مقدار قيمة 0.3، فاحتاج بعد احدد الزائد جي 0.5 هذا هو الماجينري الموجب، فعندي هذه هنا 0.5، هذه 0.5 هذا اللاين مالتها تقاطعها راح يكون يعطيني هذه النقطة باعتبار هذه هي 0.5 جي 0.5 وهذه 0.3، اذا هذه النقطة. اوكي، هسه شنو المطلوب من عندي؟ انه انا ارسم السيركل من السنتر، فاحدد السنتر مالتنا، السنتر هذا هو. اوكي، افتح الفرجال مالتي بالنقطة هذه وارسم السيركل مالتي. طبعا هنا احاول ان يكون هذا السنتر مضبوط. اوكي، اذا حددت هسه هنا السيركل مالتي. اوكي، طيب هسه هذه النقطه مالتنا، هذه النقطه هي النقطه تمثل مقدار قيمه الزد لود. خلي اوصل من السنتر مالتي، من السنتر الى هذه النقطه. هذه هنا النقطة اللي تمثل مقدار قيمة زد لود اللي هي عبارة عن 0.3 زائد جي 0.5. اوكي، طبعا الامتداد مالتها، الامتداد مالتها ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني المقلوب مالته اللي هو الواي لود.
هذا الشكل، هذا الامتداد مالتها. هذه راح يعطيني تقاطع هذه النقطة، يعني إذا أخذ الامتداد مالته التقاطع مالته مع الدائرة مالته راح يعطيني هذه النقطة اللي هي تمثل مقدار قيمة الواي لود. هذه الواي لود هذه تمثل مقدار قيمة الواي لود. زين الواي لود إذا أنت بحسب النقطة مالتي أولا تقاطعها مع الريال، الريال هذا هو هنا عندنا، هذه هنا عندي بهذا الشكل تقريبا يجي هنا هذه النقطة، لأن هسه هذا واحد، هذا التقاطع اللي هنا الواحد، هذه هنا أنا عندي البوينت 9 باعتبار أن هنا عندنا هذا البوينت 9، هذا البوينت 9 بالضبط بوينت 9. زين هذا على الريال، وبما أنه بالإماجينر بالجزء الأسفل فهي سالب ناقص أن تقاطعها بالواحد بوينت، هسه هذه هنا واحد بوينت 4، هذا واحد بوينت 6، هو تقريبا واحد بوينت 5 5. إذن هو راح يكون عندي بوينت 9 ناقص جي 1.55. اوكي حددت اذا نسانا الزد لود، حددت الواي لود اللي هو عن طريق، وطبعا هذه هي السيركل مالتي، هي شو تمثل هذه السيركل، هي الفي اس دبليو ار اللي هي تمثل سيركل. طيب بس هذه تمثل الخطوه مالتنا، الخطوه رقم واحد الفي اس دبليو ار سيركل اللي هذا السيركل رسمته. طيب الخطوه رقم 2 بعد ما حددت مقدار قيمة الواي لود، زين احتاج هسه انتبه على الرسم مالتي، ارجع للدائرة. هنا عندي الواي لود حددتهم، من اتحرك من الواي لود باتجاه الجنريتر باعتبار انه هذه المنطقة حركت بهذا الاتجاه باتجاه الجنريتر، الى ان لازم احدد مقدار قيمة الواي 1، لانه من الواي لود الى الواي 1 هذه تمثل مقدار قيمة ال 1. طيب حتى احددها لازم احدد انه انا عندي الواي شورت سيركت تاثيرها او موقعها وين موجود على السميث شارت مالتنا. النقطه المهمه بالنسبه لي انه تقاطع الدائره مالتي هذه هي دائره الفي اس دبليو ار مع الريال اكسس راح يحدد لي نقطتين مهمه، هذه النقطه وهذه النقطه. هذه النقطه اللي هنا راح تحدد لي الفي ماكس، هذه النقطه هي تمثل نقطه الفي ماكس. اوكي هذه هي الفي ماكس، او هي تمثل مقدار قيمة الزت ماكس نفسها، نقدر نقول هي تمثل مقدار قيمة، نقول نقدر، او هي تمثل مقدار قيمة الزت ماكس بعد، او هي تمثل مقدار قيمة الواي شورت سيركت، او نفسها هي تمثل الواي شورت سيركت. هذه النقطة. طيب بالمقابل هذه النقطة هي راح تمثل مقدار قيمة الفي مينيمم، او تمثل مقدار قيمة الزت مينيمم، او تمثل مقدار قيمه الواي اوبن سيركت. زين فبالتالي هذول النقاط مهمه بالنسبه لنا، اذا حددنا هذه النقطه هي تمثل مقدار قيمه الفي ماكس. طيب هسه بعد ما انه انا حددت الفي اس دبليو ار، خلي احدد مقدار قيمه الفي اس دبليو ار، واحدد مقدار قيمه الريفلكشن كوفيشنت. طبعا راح اجي اللي هنا هسه اسقط هذه على الاكسس اللي موجود عندي هنا من هذه النقطه بهذا الشكل، البعد من هذه النقطة هسه هنا عندنا الـ VSWR، آخذ المسافة هذه السنتر اللي عندي اللي هنا هو السنتر، المسافة من هذه النقطة هنا أنا عندي هذه 4.6 تقريبا، هذه هنا عندنا هي تمثل مقدار قيمة الـ VSWR، VSWR يساوي 4.6 من السنتر. زين تقاطع هذا اللاين مع عند الريفلكشن كوفيشنت راح يعطيني اياه هذه بوينت، هنا انا عندي بوينت 3 بوينت تقريبا بوينت 3، هذه بوينت 4، بيناتهم هو تقريبا بوينت 3 6. اذا هنا راح يكون عندي مقدار قيمه الريفلكشن كوفيشنت يساوي بوينت 3 6. اوكي حددت هسه مقدار قيمه الفي اس دبليو ار، مقدار قيمه الريفلكشن كوفيشنت. خلي انتقل هسه للخطوه رقم 2. اوكي خلي اكتبهم هسه، قلنا الخطوه رقم 1 حددت البي اس دبليو ار، حددنا مقدار قيمه الواي لود اللي هي اللود امبيدنس، ارسمت هسه انه انتبه هسه اللي هنا أنا. باعتبار انه انا عندي الماتشنج يتحقق مثل ما كان عندي واي 1 زائد الواي 2 يساوي لي 1 يساوي لي 1، فبالتالي احتاج انه ارسم اليوني سيركل.
زين اليون سيركل طبعا ريال اليون سيركل انه هي عندي مرسومه بهذا الشكل. هذه هنا انا عندي هذه هي اليون سيركل. هذه اليون سيركل يعني اذا اريد هسه للتوضيح ريال يون سيركل هذه هي هذه يون سيركل. اوكي زين بعد ما رسمت اليون سيركل تقاطع اليون سيركل مالتي مع الفي اس دبليو ار سيركل راح تحدد لي مجموعه من البارامترات المهمه. فهسه الخطوه رقم 2 هي رسم درو يونت سيركل. زين من هذا اليون سيركل شو راح اوجد؟ تقاطع اليون سيركل مالتي مع الدائره اللي حددناها راح تحدد لي نقاط. شنو هذه النقاط؟ اولا احدد مقدار قيمه الواي 1 لانه حسب الرسم الواي 1 هي المسافه من الواي ال اتحرك من الواي ال الى ان انتقل باتجاه الجنريتر بمعنى انه باتجاه الكلوك وايز بهذا الشكل حتى احدد مقدار قيمه الواي 1. اذا انا حددت هذه النقطه هي تمثل نقطه الواي لود. حركتي من الواي لود الى ان اوصل لهذه النقطه اول تقاطع لي مع اليوني سيركل باتجاه باتجاه اقارب الساعه راح يحدد لي مقدار قيمه الواي 1. اذا هذا هو هنا اللي صار عندي هذا هو التقاطع. هذا الحركه مالتنا راح تكون بهذا الشكل اتحرك بهذا الاتجاه لين اوصل يعني هذه النقطه جاي اتحرك وكانه انا على الكلوكس على السيركل مالتي هذه على الدائره اللي رسمناها بهذا الشكل. هذه هنا حددت لي هذه النقطه هي الواي 1. طيب الواي 1 لازم انا احدد القيمه مالتها فاذا انتبه طبعا الريال بارت مالتها هو 1 فتساوي لي 1 باعتبار هي السيركل هالواحد. زين زائد باعتبار هي بجزء الاعلى زائد جي تقاطع مالتها اللي موجود هو هذا هنا أنا عندي هذه النقطه هي تقريبا 1.6 1. هذه النقطه 1.6 اوكي. اذا صار عندي قيمه الواي 1 هي تساوي لي 1 زائد جي 1.6. زين اذا انت بحسب الماتشنج اللي عندي انه قيمه الواي 1 هي الكونجيجيت مالت الواي 2 يعني اذا هذا سالب هذا موجب او بالعكس. اذا بما انه حددت مقدار موقع الواي 1 اذا اقدر احدد مقدار قيمه الموقع مالت الواي 2. زين اقدر احدده باعتبار انه هذه هنا موجوده اخذ الانعكاس مالتها اللي راح تكون وين بالموقع. فهسه انا خلي ارسم هذه هذه هسه حددت مقدار قيمه الواي 1. خلي احدد مقدار قيمه الواي 2. الواي 2 راح اخذ منه اخذ الكونجيجيت يعني اخذ ناقص جي 1.6. زين فبالتالي على اساسها راح اقدر احدد مقدار قيمه النقطه الثانيه. فاذا كان عندي ال 1.6 خلي اخذ الناقص 1.6 اللي هو هذا ال 1.6 باعتبار انه هذا بالجزء السالب فاخذه ناقص. زين احدد هذه النقطه مالتي اللي موجوده. زين فبالتالي هذه راح تكون عندي هنا ناقص 1.6. زين اخذ الرسم مالتها احدد الموقع مالتها بهذا الشكل بهذا الشكل. هذه النقطة ستمثل مقدار قيمة الواي 2. هذه أصبحت هي تمثل مقدار قيمة الواي 2 واللي هي سالب جي 1.6 باعتبار هي الكونجيجيت مال هذه النقطة. إذا صار عندي هسه قيمة الواي 1 وقيمة الواي 2 معلومة. طيب هسه أتحرك لإيجاد مقدار قيمة الطول. ذكرنا أنه الحركة من مقدار قيمة النقطة مالتي من الواي 1 من الواي لود الى ان اوصل الى مقدار قيمه الواي 1 هو يمثل لي مقدار قيمه ال 1. قيمه الطول مالت ال 1 هي حركتي او المسافه من مقدار قيمه الواي لود الى ان اوصل للواي 1. زين باتجاه جنريتر بهذا الشكل يعني بالكلوك وايز. فبالتالي حركتي هذا هو الواي لود اتحرك من هذه النقطه على على الطول الى ان اوصل لهذه النقطه. فبالتالي هذا راح يعطيني مقدار قيمه الطول. فبالتالي خلي احدده يعني هذه المسافه هذا هو هذه هنا عندي اتحرك بهذا الشكل هذا فقط للتوضيح حتى الطالب يعرف
يعني هذه الحركة مالتنا إلى أن أوصل لهنا. هذه مثل مقدار قيمة الواي لود، مقدار قيمة الواي وان. أوكي، الواي ال وان بعد ما تحسبه، تحسب هذه المسافة من هذه النقطة باعتبار أنها عندك بدلات الطول الموجي، هذا المحيط الخارجي راح يطلع عندي قيمته 0.35 لامدا. طيب هسه هذه صار واضح. زين، الطول الثاني اللي هو مقدار قيمة ال2، قيمة ال2 هي نفس الكلام، هي مقدار قيمة، يعني حتى احدد مقدار قيمة ال2 راح يكون انه مقدار قيمة ال2 هي من الفي ماكس، من نقطة الفي ماكس الى مقدار قيمة الواي2 باتجاه الكلوك وايز واي، باتجاه يعني الكلوك وايز دايركشن. فاذا حددت هذه نقطة الفي ماكس، حركتي راح تكون من هذه النقطة، خلي اميزها، راح تكون عندي من هذه النقطة باعتبار هي هذا الاتجاه او هذه تمثل مقدار قيمة الفي ماكس، وهذه عندي مقدار قيمة الواي 2. اذا راح اتحرك من هذه النقطة هالشكل. زين، هذه بعد ما تحسبها طبعا على الطول راح يطلع عندي مقدار قيمة ال2 راح يكون هو مساوي الى 0.91 من مقدار قيمة لامدا. اذا صار عندي واضح هسه الخطوات، خلينا نسجلهم حتى تكون عندنا واضحة خطوات الحل. زين، فهسه قلنا بعد ما انه الخطوة رقم 2 انه انا ارسم اليون سيركل. زين، الخطوة رقم 3 هي اوجد تقاطع اليون سيركل مع الدائرة مالتنا. اوكي، قول find the intersection، تقاطع two unit circle. زين، بعد ما حددتها from yl in clockwise direction to get، حتى احصل على على مقدار قيمة ال y1. اوكي، خطوة رقم 4 قلت انه انا اوجد مقدار قيمة ال y2 من ال y1. بعد ما حددت ال y1 اخذ الكونجيجيت مالها تحصل معها مقدار قيمة ال y2. قول find y2 from y1. اوكي، حددنا. الخطوة رقم 5 انه انا هسه ابدي ايجاد مقدار قيمة الاطوال. قلنا المسافة من مقدار قيمة ال y load الى ان اوصل الى مقدار قيمة ال y1 هو راح يحدد لي مقدار قيمة ال L1. فبالتالي نقول انه the length L1 هو يساوي the distance، خلينا نسميها او position distance from YL to Y1. ستة، النقطة الأخيرة انه انا حتى اوجد مقدار قيمة ال L2 نقول the length ال L2 هو يساوي the distance from Vmax to Y2، من ال Vmax اللي تمثل هذه النقطة، قلنا هذه النقطة تمثل Vmax، إلى مقدار قيمة ال Y2. طيب بس خلينا ناخذ بعد أمثلة أخرى على كيفية إيجاد مقدار قيمة الماتش من استخدام اللي الستاب، وتكون عندنا أفكار ثانية.